السلام عليكم حبيباتي، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله واحد جوج وصفات ساهلين ماهلين. غنديروا واحد الكنافه بالكفته، وغادي نديروا البنات طرطيه بلا بيض بلا حتى حاجه ديال البطاطا، حتى هي كتجي زوينه. خليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. نبداو على بركه الله حبيباتي. نبداو البنات، غادي نبدا بالكنافه. شوفوا الكنافه راني واخده مع كريمه. عمركم شفتوا هذا الشكل؟ بغيت نتقداها من هنا ما لقيتهاش. تقول لي قالت لي كريمه اجي، كنافه عندي في الدار اجي نعطيها لك. ايوا مشيت جيت مع كريمه. انت تقولنا في هذا الفيديو كي جاكم التصوير مصطفى ديما يبقى يقول لكم كي جاكم التصوير. غادي نشد هي البنات ونفزقها بشويه الزبده. شهيتها بالكفته والحار، ندير شويه الزبده ما كثرتش البنات، غير واحد 60 غرام ديال الزبده هكا. صافي غادي ما تجينيش من ميد ما هكا. غتبسسها؟ غنبسسها. الشيف واقف حدايا حيت كندير المونتاج كنلقى كتبدا الجمله ما كتكملهاش، كتهرب ليا الهضره يا البنات. انا اللي تهرب ليا خويا الهضره. سير سير، واش الهضره تبقى واقفه ليا عاد؟ لا ما خصش الهضره، نوقف لك هذا صح. راك واقف. غادي درت واحد البصيله يا البنات، شنفتها هكا صغيره، كرتها صغيره. ها هي اللي بغات تشوفها. ها هي البنات، غادي دابا ندير المقله. غادي نردها تشحر هي وشويه الشومبينيا، كيجي زوين. انا ما غاديش ندير مصطفى داك اللي كيديروا، اش ما سميتها اللي كيديروا الدقيق، لا مشي لا شابلي ولا لا بيشاميل. بيشاميل، انا البنات ما غاديش ندير البيشاميل حيت ما تيعجبنيش بزاف. غادي ندير ديك الصوص البيضاء، هي اللي غنطيبها، ديك المالحه كتجي زوينه بزاف، كتجي بنينه، هي اللي غادي ندير ان شاء الله. دابا المهم انا غنمشي نجبد واحد المقيله ونديرها فوق البوطه، وانتم معايا وغندير معاكم التورتيه اللي بلا بيض اللي كتجي رائعه رائعه لواحد الدرجه ما كتصورش. يلا خليكم معايا البنات. درت البنات زويته ديال العود ولا اللي بغيتو اللي حبات خاطركم. وغادي ندير البصيله، هادي راه حيت الخضاريه درا غنص وحده تبارك الله. شوفوا يا البنات شحال كثيره. غندير ملعقه مليحه. جيب لي مصطفى واحد الشامبينيون راه جبته مصطفى، ملي كتكون شي حاجه مالحه كيلصق ليا الجنابي. يموج على المالح، تكون شي حاجه حلوه كيمشي كدوها غير اللي كتبقى في بلاصتو. ندير مليحه وغندير الشامبينيون معاها باش تشحر مع البصيله. عاد ندير الكفته. الكفته صراحه انا نسيت ما جبتهاش من الثلاجه، ها هي غادي نديرها بحال هكا. واحد 20 درهم هنايا البنات، وتا يطيب هادشي. وغندير ليه ديك الكريمه البيضاء المالحه اللي كنديروها مع الحاجه المالحه. اللي بغى يدير هذيك شنو سميتها مصطفى اللي قلتي لي دابا، اللي بغى يدير البيشاميل يدير. انا محلو كتعجبنيش. المهم هي اللي كتبغيش تسقم ليا حيت واقيلا ما عنديش معاها، حتى هي ما عداش معايا. واش الصوص البيضاء اللي درتي في بيتزا داك النهار؟ واه فنة. شي نهار غنديروها بالدجاج كتجي زوينه بزاف. المهم انا جبت هنا واحد الحق ديال الشامبينيون، ما نديروش كله، غندير غير نصه وغنشلو هو الاول عاد نقطعو. المهم ديباني والبنات الوليدات مع شي وزوينه، ونبدلو شويه هكا ونبدلو شويه من لي بات. انا صراحه كندير لهم لي بات في الليل داكشي، مره كندير لهم هكا شي حاجه بحال هكا، كنافه مالحه بالدجاج اولا بالقمرون اولا بالطون، باش ما بغيتش. دابا حتى عندي الكفته، داك الكفته وانا نشارك اللي بغيتو نشاركهم معكم كلهم، كيجيو زوينين. عرفتوا علاش كندير الكنافه في الليل؟ حيت هي خفيفه خفيفه بالنسبه، يا اما هي يا اما بريوات، كيجوني خفاف في الماكله على المسمن عامر في الليل. غندير واحد الرويز ديال الثومه ولا شويه ثومه غبره اللي بغيتو. انا مصطفى ديك الثومه غبره راه غادي ندير شويه ديال الثومه غبره. هذه راه ما زوينش بزاف، ما تشريوهاش، خذوا المسمنه هي الزوينه. صافي غادي نطيح شويه الكفته واحد شويه، وغادي ندير غادي نطيح هاد البصله هي والشامبينيون واحد شويه، وغادي ندير البنات شويه البزار. انا في بلاصه البزار ما غاديش ندير البزار، غندير شويه الحار. وغادي ندير شويه الخرقوم، شويه ماشي بزاف، كيعجبني داك لوغو ديالو. ملي تبغيو ديروا البنات الدجاج ديروا معاه الشرميله ديال الحوت، راه كتجي الا ماشي سكينجبير الشرميله ديال الحوت، باش كيجي بحال معمرينو بالحوت بحال كله حوت. صافي غنشحر هادي شويه ورجع معاكم. شوفوا جدات الكفته يا البنات. شديتها ديك الرطه بالموس باش سهل عليا باش تذوب ليا هنايا، متبقاش ليا بحال الحجر. ما عنديش الكوزه، اللي عنده الكوزه يحك واحد شويه الكوزه. صح البنات الكوزه حرام، كانوا هو قالوا عليا الاخوات واحد المره في السله. شنو كدوخ؟ كنقولوا موس كاين خاوة وكنقولوا خاوة حارة. غنحك واحد شويه الفرماج البنات اللي كان عندكم، سواء التاج سواء الموتزاريلا اللي كان. غندير واحد شويه باش يعطيني واحد التهليكه زوينه. هذا راه هاد العشاء سريع بزاف كيوجد. غنديرو يطيب في الفران وندوز نصايب هذيك التورطيه تاع الطاط. صافي غنخليها البنات بحال هكا. عطينا اختي داك الحار اللي في الثلاجه، غندير منه شويه. لا 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 اه
هاري هاري. وغندير واحد شويه الزيتونه البنات، هذه اضافه مني من راسي زعما كتعجبك. يعجبني الزيتون مع الكفته كيجي زوين هنا في هذه الكنافه. غادي نزيد واحد شويه من الزيتون الخضر هذا. قالت لي لا عرفتوا علاش؟ هذا راه كي ما نقول لكمش، هذا راه كيقطع حار بزاف. شويه المعدنوس حتى هو غنزيدو. غادي نزيد البنات هذيك، انا هذه كنديرها في الطياب ما كنكثرش منها، مع باقا ما حلتش لا غادي نحلها، ولكن واخا تحلوها خليوها غير في الجهه البارده. شويه البنات شحال خاف، غندير تقريبا واحد نص كاس هكاك. مذاقها زوين بزاف وما غالياش. المهم انا كتعجبني هذه في بلاصه البيشاميل. والفرماج واحد شويه على قبل ديك التعليكه وصافي. هاي شفتوا صافي هادشي اللي غنزيد. غنوريكم هاد الفرماج البنات، بالنسبة للبنات اللي كيبغيو هاكا كيبغيو يتقدو فرماج. هذا زوين، هذا هو اللون تاعو صفر ولكن زوين، كيعطي واحد التعليكة البيتزا زوينة ولهادشي اللي كيكون هاكا عامر. صافي يا البنات غادي نطفي على دابا وغادي ندوز نكمل. نسيت الزيتون. كتشهي ريحانة مسكينة جاية كتشم. صافي غنطفي عليه ندوز نكمل معاها. غادي نسرحها هنا على هاد على هاد الكنافه اللي سرحت في الاول. بلاتي نكمل ونهضر معاكم من بعد ما بسست مزيان البنات بالزبيده. درت نصها هنا ونصها غادي نغطي به، ماشي بزاف هنا تقريبا فايته واحد الرابعه وما كاملش نص كيلو. درت لها مليحه وشويه التحميره اللي درتها، ما كثرتش التحميره واحد شويه. والخرقوم لقيتو تسالالي ما درتوش كاع. شوفوا هذا راه ناشفه البنات، ما زيت ما درتش لها الزبده كثيره باش ما تجيش هكا ميدمه. صافي غنشعل الفران ديال الغاز يسخن وغنقص ونخليها طيب على خاطرها كتاخدش طياب بزاف، هي ردو معاها البال. صراحه انا كنفضل هاد المالحه على الحلوه، فشفتوما بحالي الحلوه ما كنديرهاش بزاف، الاغلبيه كندير المالحه. مانيش عاد كريمه وعجباتني وليت كنديرها. خديت البنات واحد المقله ودرت فيها واحد المعلقه ديال الزيت وتكون ما كتلصقش المقله، وخديت البطاطا وقطعتها هكا رقيقه. وغادي نجيب وحده على وحده، ضروري تكون ما كتلصقش، ضروري الا كانت كتلصق راه ما غاديش تجيكم هاد الطورطيه زوينه، راه غادي تلصق لكم وتفرتت. عندي وحده اخرى هذه فيها الفرماج، عندي وحده اخرى حطاها قديمه لا شي 3 سنين ما فيها لا فرماج لا بيض لا والو، حتى هي كتجي زوينه ان شاء الله الا تفكرت نخلي لكم الرابط تاعها. منين ندير هاد الطبقه غادي نرش مليحه وشويه البزار باش تجي كلها بنينه. والكنافه مقصوع عليها يا البنات، دابا راه بدات كنشم الريحه ديالها. هنايا البنات البصله قطعتها مش نفع، هي خصني نقطعها دوائر، ولكن حيت قطعت نصها درتو في الكنافه ونصها بقى ليا يعني معليش كتجي واحد البنه زوينه بزاف. شويه الفرماج باش كتبقى متماسكه. هذا انا نوريكم لومباراج ديالو راه زوين في المذاق تاعو فن. شفتو هو ايدام غير هو هكا داير ماشي ديك الكره ولكن فيه المذاق زوين. صافي وغنعاود البنات ثاني نفس الطريقه، غنعاود ندير هكا ندير البطاطا تنكمل هذا الشيء اللي عندي. درت هنا واحد 3 البطاطات. انا الصراحه ما كنتش بغيت ندير هذه، انا يعني غير هذيك الكنافه بركه العشاء، ولكن واحد الاخت قالت لي بغيتها توحمت عليها وتشهاتها ودرتها لها انا دابا. صافي غادي نردها فوق البوطه يا البنات العافيه تكون مهيله باش طيب ديك البطاطا مزيان، ونغطيوها باش ترجع لها الصهد وطيب بالزربه. صافي ما تجي فين طيب الكنافه تطيب هذه، وملي نبغي نقلبها غندير لها طبسيل هكا ونقلب عليه. صافي هذه الطبقه هذه، وغادي ندير هذه البصيله وغادي ندير الفرماج وندير المليحه ثاني. صافي البنات نعاود نزيد الفرماج والبطاطا هي الاخره. صافي نديرها طيب. صافي البنات الكنافه راها طابت، درت واحد الوريضه بمطيشه جنفات مطيشه كتجي زوينه، راها بردات راه ما بقاش سخونه كما كانت. والطرطيه ها هي شوفوا كي تجي البنات كتجي محمره وفنه كتجي. ما قلبتهاش معاكم كنت كنهضر مع امي الحبيبه، درت كنت كندوي مع امي وتصوروا كندوي معاها في التليفون وكنقلب فيها وانا نقولها ويلي يا امي راني كنصور، هي تقول لي وياك ما خسرت لك شي حاجه بنيتي. قلت لها لا صافي. درت لها البنات الغلاقه ديال المقله، الغلاقه باش غطيتها هي باش قلبتها، مني طابت هكا شديتها قلبتها في الغلاقه في المقله وعاودت قلبتها على هاد الجهه. نوريكم الغلاقه هاي راه باقانيت عامره، شوف ها باش قلبتها شفتو
قلبتها بهذه وطيبتها والعافيه والعافيه. البنات كانت ناقصه طيبتها على خاطرها. ممكن تبقى هذه الكنافه ديالنا المالحه اللي كتجي رائعه في المذاق وكتجي زوينه، وهذه الطرطيه اللي غزاله غزاله غادي تجربوها غادي تعجبكم لان كتجي زوينه وبلا بيض. صافي هنا غادي تكون النهايه ديال الفيديو ديالنا. اكيد غنقطع واحد المورسو وغتشوفوه معايا في البدايه ديال الفيديو. السلام عليكم، وخليت لكم الراحه وفي امان الله.